مرحبا، يعطيكم العافية متابعينا متابعين قناة رزق في التكنولوجيا. اليوم نشرح لكم كيف نحول موقعنا الإلكتروني إلى متجر من خلال الووردبريس بعدة إضافات. بالبداية نذهب إلى لوحة التحكم الخاصة بالووردبريس، طعنا هاي الواجهة، هاي لوحة التحكم أو الداشبورد. من خلال لوحة التحكم نروح على مظهر، من ثم على قوالب. طلعنا هاي الواجهة، بعدين نحط على إضف جديد. بعد طلعنا إضف جديد، هلا إحنا بنضيف قالب أسترا، أو إذا ما لقيناها من خلال البحث بنكتب أسترا ونعمل له تنصيب. بعد ما ننصب القالب نرجع على مظهر، بعدين من خلال مظهر على خيارات أسترا تطلع لنا هاي الواجهة. بعد تطلع لنا هاي الواجهة بنجي لهون على تنصيب إضافة أو الاستيراد، نكبس عليها. بعد ما نعمل تنصيب الإضافة بنختار من ضمن الخيارات اللي من هون تكون هي دوك للووردبريس، لا احنا بنختار إليمنتور. بعد ما نختار احنا إليمنتور يطلع لنا عدة قوالب. هلا احنا بدنا نختار قالب نشتغل عليه. هلا في عندنا قوالب مدفوعة وعندنا قوالب مجانية، بنختار قالب مجاني. فنحنا اخترنا هذا القالب. بعد ما اخترنا هذا القالب بتحمل معانا على كل الموقع. هلا بدنا نعمل شوية تعديلات لهذا اللوجو، فاحنا بدنا نغيره من التليفون. انا محضر لوجو من قبل، بعمل تحديد. فأنتوا شايفين هون رفعنا القالب، نقدر هون من خلال هذا الزر نقدر نحدد كبر القالب اللوجو عفوا. زين نعمل كونتينيو. هلا بحكي لنا ايش اللون المناسب للموقع تختاره. احنا بدنا اياه زي لون اللوجو، احنا بنختار هذا. فورا بحاول تلقائي الورد برس اختار لنا اخذ نسخة اللون على نسخة القالب. نقدر كمان نغير احنا، فاحنا بنخليه مثل ما هو على لون القالب. هون نقدر نغير نوع الخط، بعدين نعمل كونتينيو، بعدين نعمل له ستار. لهون بطلب منا عدة معلومات زي الاسم، هون الايميل، بالاضافة بعطينا هون انه انت خبرتك بالورد برس متوسط ولا مبتدأ ولا خبير، فاحنا بنحط له متوسط. هلا هون بيطلب منا السؤال انه الموقع عم تعمله الك ولا لزبون، نحن بنحكي انه إنا. بعدين بنعمل انشاء الموقع، بنستنى ثواني ليتم تحميل القالب وتجهيزه. استنى ثواني حتى يتم تجهيز الموقع. حسب سرعة النت اللي عندك تقدر يكون سريع الموقع أو لا، يعني حسب النت اللي عندك. مثلا عندنا يعني النت وسط فبده يتأخر فيه تقريبا دقيقة. وهيك بيكون موقعنا جاهز 100%. نعمل View Website. وهيك شكل
الموقع تبعنا أو المتجر. هلا الطريقة الثانية إنه إحنا بنروح على لوحة التحكم الخاصة بالووردبريس، ومن ثم بنروح على إضافات، من ثم إضف جديد، بعدين من خلال قائمة البحث نكتب WooCommerce. هاي الإضافة هي اللي بتساعدنا إنه نحول موقعنا الإلكتروني لمتجر. فهنا بحثنا على اسمها، بعدين هي الإضافة اللي احنا بدنا نشتغل عليها. نعمل تنصيب الآن، استنى ثواني لحتى يتم تنصيب الإضافة، بعدين نعملها تفعيل. هلا بعد ما عملنا لها تفعيل صار دور إنه نعمل إعدادات الإضافة من خلال لوحة التحكم على ووكومورس على هوم. هون في عندنا عدة خطوات لازم نعملها، زي العنوان إنه إحنا موقعنا وين. هون نختار الأردن، هون نختار إربد أو المنطقة أو المحافظة اللي أنت ساكن بيها، بعدين نعمل continue، نقول yes. هلا هون بسألنا عدة أسئلة، إيش موقعك بدك تعمله؟ إحنا بنعمله مثلا أجهزة كمبيوترات أو أجهزة كهربائية، نعمل كونتينيو. من ثم هون قولوا إيش الميزات اللي أنت حاب تضيفها على الموقع. عندنا هون مدفوعة، في عندنا هون مجانية. أنا بدي أنشر منتجات بالإضافة، تنشر منتجات عن طريق الداونلود، بفعلها وبعدين بعمل كونتينيو. هلا هون بسألنا السؤال الثاني، كم منتج حاب تنشر مثلا باليوم أو خلال أسبوع؟ أنا بدي أحكي له خلال أسبوع تنشر من منتج لعشرة. هلا هون السؤال الثاني بيسألنا إياه إنه أنت عم تشتغل لأي حدا، بحكي له نو، بعدين بعمل كونتينيو، بعدين كونتينيو. هيك بيتم تجهيز إنه الموقع أو الإضافة. نستنى ثواني ليتم تجهيز الإضافة. راح أوقف شوي الفيديو لحتى يتم تجهيز الإضافة. هلا بعد ما يتم تجهيز الإضافة بعطينا خيارات إنه أنت حابب تضلك على القالب اللي أنت اخترته ولا تختار قالب من الإضافة، فإحنا بندور على القالب، أو مثل ما عجبنا هذول القوالب فإحنا بنقول له إنه بدنا ننظر على القالب اللي إحنا فعلناه من قبل. بعدين هيك بحكي لنا انه تمام الامور، نسكر علامة تيوب ونرجع لموقعنا. هذا هو موقعنا اللي احنا عملناه. من ثم نروح على لوحة التحكم الرئيسية، نلاحظ هون انه احنا تم اضافة الاضافة عندنا. هلا الشغلة الثانية اللي احنا بدنا نضيفها، لما نلاحظ هون عندنا في متجر رزق، كنا بالاول نشوف زيارة الموقع، هلا فيو ستور هي المتجر.
لاحظ هون ما فيش أي منتج منشور على موقعنا. نرجع على لوحة التحكم، نريد نروح على المظهر من ثم على قوائم. هلا بعد ما تطلع لنا هاي الواجهة، عندنا هاي القائمة، فبنكتب اسم القائمة الرئيسية ومن ثم على حفظ القائمة. هيك احنا انشأنا قائمة رئيسية. هلا هون بنزيد كل شيء، صفحات احنا مو بحاجة إلها، بنخلي بس الصفحة الرئيسية واتصل بنا ومن نحن. بالإضافة هون راح خلال الصفحات الموجودة على اليمين الصفحة إظهار الكل، ومن ثم ومن ثم لهون القائمة بعد ما انشناها. هلا اذا مو كان ظاهر عندنا الصفحات تون بالاحداث، فبنروح على اظهار الكل، فهون هي طلعت لنا صفحة المتجر. بعدين نحط اضافة الى القائمة، بعدين انا بصير بقدر عبارة عن سحب وافلات اختار اياها الاول او اياها الثانية. عندنا الصفحة الرئيسية هون من نحن، هون اتصل بنا المتجر، بديها يكون اول اشي سحبته. بعدين بروح على حفظ القائمة. هلا بنروح على فيو ستور، هذا عندنا المتجر، منتج واحد هي 15 دينار نشرناه من قبل. هلا عندنا طريقتين لنشر المنتج. الطريقة الأولى من خلال الزر هذا الجديد على برودكت، جديد على برودكت، هون بنكتب اسم المنتج مثلا نظارات طبية، هون عندنا بنكتب سعر المنتج، هون وصف المنتج ايش هو المنتج نظارات طبية. عندنا هون بنقدر انه احنا نضيف صورة بارزة للمقال او للمنتج، مثلا نفرض هاي، بعدين إدراج، بعدين بحط نشر. وهيك بعد ما نشرنا النظارات بنروح على المتجر تبعنا. هاي النظارات اللي احنا نشرناها، حكينا الصورة، هاي نظارات طبية الوصف اللي احنا كتبناه. ونقدر نختار أكثر من منتج، يعني نحط آد وبضيف إلى السلة. يعطيكم العافية، انتظرونا في درس جديد.